السلام عليكم خويا. انايا كان انايا مت واحد الدري اللي مشى باطل باطل للحبس، غادي هكاك غادي الحبس بابور. جات عنده السيده سعيده القائد، جات عنده هنايا قالت لي غادي تخوي البلاصه، قال لها استاذ رخوي البلاصه وتستقبليني، قالت لي مرحبا. هز الكروسه هبطها مشى عندها المقاطعه باش تستقبله، ما استقبلاتوش. كيقول الاعوان السلطه سير في حالك، كيقول لهم انا هي اللي قالت تيجي عندي، انا جي عند الاستاذه قالت تيجي عندي. بقى تما كنيات بقى تما ما بغاش يدير، قال لهم تنشوف القايده. دخلوا عندها قالوا لي راه محيح وكيغوت وكيدير وكيهادي وهادي العالم الله ما عرفتش انا اش وصلوا ليها. عيطت البوليس، جاو لي البوليس داو. بغيت نعرف الدري علاش مشدود، اشنو داير، واش على بلاصتو، على البيع والشراء؟ الدري كيبيع ويشري، راه الجوطيه كلها عارفه كيبيع ويشري، راه ما داير حتى شي حاجه، داتو للحبس هكاك. بغيت نعرف هاد القايده علاش صيفطت لي ولدي للحبس، اشنو سامعه؟ الا هي كانت سامعه شي حاجه بالخطا تستقبلني مو كساكنه المصلحه ديالها ونشرح ليها ونعاود ليها وتعرف شنو كاين. ما تسمعش من اعوان السلطه ولا من المخازني وتقول لك داك الدري داير، شافته بعينيها. ها الكاميرات ديال الحوانت، كاميرات ديال المقاطعه، تراجعهم وتحكم على هاد الدري. انا كنطلب من هاد السيده، من هاد السيده كنطلب منها تحقق مع ولدي، ما تصيفطوش باطل باطل للحبس. راه ولدي غادي باطل، راه ما داير لا بيدي لا برجلي، راه ما عايره، ما عاير لا اعوان السلطه، ما عاير لا مخازنيه لا والو. ومشيت عندها باش تستقبلني، ما بغاتش تستقبلني. علاش ما تستقبلنيش انا؟ كتشوف فيا شفت احتقار، شفت الاستهزاء، علاش؟ اشنو دايرين حنايا؟ هاد الدري علاش دارت لي هاد الحاله؟ بغيت نعرف هاد سعاده القائد علاش دارت لولدي بحال هكا؟ اشنو داير ليها؟ الا هو داير لها شي حاجه تحكم عليه باش ما بغات، باش ما عدات انا نعطيها راسي تحسنوا. الا كان هاد الدري عايرها ولا دار لها شي حاجه، يعني باش تقول لك اعوان السلطه قالوا لي والمخازنيه قالوا لي. انا كنطالب من هاد اعوان السلطه وهاد المخازنيه اللي شهدوا في ولدي يجي يوقفوا معاه، يمشيو يشهدوا ضده، يبانوا، ما يقولوش لا هي، يبانوا ويقولوا لي اشنو كاين. ها بلاصة ولدي هي هادي، هنا في كيبيع ويشري. حتى دابا كنطلب منها الا بغات يحيد من البلاصه تشوف لي بلاصه، شوف فين تحطو، ما عندوش فين يمشي. الدري رجليه كلها حديد، الدري خارجه بي انا ولد 6 سنين، راه حياته ضايعه. والدري دابا ملي مشى للحبس اش كننتظر منه انا غيخرج يدير؟ ملي مشى على البيع والشراء للحبس اش بقى؟ اش غيخرج الدري؟ اش غننتظر منه؟ كي غادي يخرج دابا؟ كي غادي يخرج الدري؟ انا كنطالب من هاد السيده شوف من حاله داك الدري وما تسمعش عليه الغلط، تستقبلو تسمع ليه. حتى هو راه مواطن، حتى هو راه مواطن، تسمع ليه حتى هو. حنا هاد الدري اخويا مشى هكاك مشى للحبس، ما داير لا بيدو لا برجليه كيقولوا الاولين. هاد الدري مشى مظلوم، هاد الدري مشى مظلوم، والله يجعل تقليدو على هادوك اللي كتقول هي مع هذوك المخازنيه اللي معاه ودوك المقدميه، هما اللي دمروا لينا، هما اللي دمروا لينا الدري. هذوك هما اللي دمروا لنا، هي مشينا عاده ثلاث ايام وحنا سايرين كي الكلاب. كون نهار حاشا وجهك ولدي، كون نهار نمشيو عاده، كون نهار نمشيو عاده، ما بغاتش تستقبلنا، نطلبوا فيهم كي الكلاب، ما بغاتش تستقبلنا. كتقول لك انا اعوان السلطه وهما اللي قالوا لي على جي فيهم لينا، يواجهوا لينا الدري، يواجهوا معاه. الباب ديال الجوطيه كله كاميرات، الا هاد الدري خسر في حقها، والا كانت كله كاميرات، كله المقاطعه الدنيا كلها ولات كاميرات. اللي كاينه شي حاجه بهاد الدري يدك طويله علينا سعاده القايده. حنا ما عيبناش عليك، عيبنا عليك في حاجه وحده ما بغيتيش تستقبلينا، ما عيبناش عليك. الله يجعل تقليد الدري على هادوك. هاد الدري اول حاجه ديروا ليه قلبوا ليه رجليه وشوفوا كي دايرين، اش غادي باش غيخدم هاد الدري لما دارش الكروسه؟ اول حاجه كبر مع خوالو باه ليحو على 6 سنين، اش كتنتظرين من هاد الدري غادي يخرج لما باعش وشرى؟ واش كتنتظرين من هاد الدري اللي غادي هكاك ما داير لا بيدو لا والو، على باش يبيع ويشري غيمشي للحبس؟ اش غتنتظرين منه غادي يخرج يدير؟ اش غتنتظري منه غادي يخرج يدير؟ كنطلبوا من محمد السادس يشوف هذا الشيء، انا بعدا كنطلب من محمد السادس يشوف هذا الشيء، من المسؤولين الكبار يشوفوا هذا الشيء، يعرفوا الدراري الصغار طلقوهم علينا، محنونا محنونين اولادنا، راه ولاو حاقريننا. محمد السادس عطانا الدعم باش ما نتكرفسوش، عطانا الدعم باش ما نتمحنوش، عطانا الدعم باش ما نحسوش بالحقره، وين السلطه ديالو
كتحسسنا حنا بالحقره، ماشي غير انا، كلشي محقور، والتحكم كيقدر يدوي على حقه، كلشي مضرور، كلشي مضرور، كلشي مضرور، ماشي انا ولا الاخر ولا الاخر ولا الاخر ولا الاخر، كلشي مضرور. واللي ما كيقدش بنادم يدوي حيت الا دوا كيمشي للحبس، الا دوا على حقه كيمشي للحبس. وحنا كنطلبوا من محمد السادس المسؤولين الكبار يديروا لنا حل في هذه القضيه، يدهم طويله علينا الا لقينا غلط. حق ولدي راه باغي، حق ولدي الجوطيه كلها كاميرا، كنطالب بحق ولدي. ما كاينش اللي ما بقاش عنده الكاميرا، رجال الحموشي عطينا حد، طالب بحق ولدي. الله يجازيكم بخير، هذه باطل، الله يجازيكم بخير. رحنا اسره دمرنا، ما غنسكتش، رحنا اسره دمرنا، الله يجازيكم بخير. شوفوا فينا وديروا لنا شي حل.